سوره قصص سوره قصص حيشت وحيشت آياته لمكي داكتيه قصص بمعنى رودان قصه وحكايه يانا سوره ناوخه جي آياتا 25 انگرتيه بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي مهربان دلووين طاسيم تلك آيات الكتاب المبين تا سين ميم او آيات كتابة رونكرن نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون يا محمد جبو ملتك باور بكن امي جتر هنك جآگاهين موسى وفرعون براستي ودرستي بخوينن إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين بيگومان فرعون لسر عرضي دسر خوبچوية وخلق انوي كريا پارچه پارچه دسته اكي جوان قلستك كورين وان دكوجه وكاچين وان بو خزمت ساغ دهيله بيگومان او هرج مفسدان بو ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون امجد خازن لوانين كل سر عرضي هاتنا قلسكرن كرمي بكن و ام وان بكن ريبر و ام وان بكن ميراتگري عرضي ام دخازن وان لعرضي دستلات بكن و ام بفرعون هامان و لشكرين وان اكو اوجد ترسيان بدن ديتن و اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين دما موسى جدائكا خبو مسروش دا دائكا موسى مجيرا قوتوي بمجينة ويجا اگر تجي ترسياي كوارا كشتن منا زاروكين إسرائيليان إجاروي بك صندوقي و باوجة درياي نترسى أو نخنقى و خمجين جنبى بيگومان أمي ديساوي لتفقرينن و أمي ويبكن پیغمبر فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ايدي مالا فرعون او جعاوه درخست دا كوبي دلخوش ببن جخورا بكن كر و ددو ماهي كدا جوان ربن نيار و كوان بيگومان فرعون همان و لشكرين وان هر گنه كار بون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون جنا فرعون قوى موسى ديت كتا دليوي و زيرا قوت او زاروك دي جبو من و تببا كيف و دلخاشي وي نكوجن دبكو فيدايا وي بدما يانجي انوي جخورا بكوريني بگرن حال اوكو او نزانن كو هلاكا وان دي لسار دستوي به وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين دايكا موسى پشتی بیست که موسا کتی دست فرعون تو هزر او خم لسر دلوی نما جبلی خم موسا
اگر ما دلیوی مکم نکرو بیا هندک ما بو او اشکرا بکا که او کرویه وی جاوی سبر کشه او نگود دا که او ببج باورمندان وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون دايكا موسى جخوش كاوي رغوت لپي شوپاوي هره كات شدبه وي او جدور وديد وان نزاني او خوش كاويه كل دوب هاتيه وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون بريا أول دايكا خو وغرى ما نهيلا أو شير شير دايان بخه ويجا پشت زاني أول دايكان دگرن خوشكاوي جوان را گوت ما از مالك نشاني وابدم كوي جوارا خودي بكن و أولي گهدار بن فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ويجا ما أول دايكاوي وغراند داكو چاويوي بيروني ببا غم نخا اوزاني بكو بيمان خود تعالى داي حق و راسته لبلي پرين مروان و نزانم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين دما موسى جهز و عقل و جها كمال خو ما پیغمبري و زانين داي ها بذي آوي ام قنجكران خلات دكن ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين موسى ده نافره كده كهايا خلق باجر جي نبو چو باجر لوي داري ديد كو دو ظلام شردكن يك جوان جي قومي وي بو و اوي دنجي جي نياري وي بو ويجا ظلامي جي قومي وي هاواري خو جهانده داكو لهمبري دجمني وي آلیکاريا وي بكه ویجا موسا جی کلمک لیدا ایدی او کشت. موسا گوت او کشتن زکار شیطینه. بگو من او زبو زریت آدم نیار و ریشاشکاره که اشکره یه. قال رب اینی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. موسا پوشمان بو او گوت خدای من. بگو من من لخو بخو ظلم کریه. لمن بباره او گنه من جه ببه. ایدی خوده جی گنه وی جه بر. بگو من خوده گنه جه بر او دلووینه. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. موسا گوت خدای من جبر وی کرامات لمن کری، کت از بخشاندم ایدی از ایج سوچکران را نبم پشتک و آریکار. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين ایدی موسا دناو باجر ده بترس دما چاو دلیل خود کر دا کو جبر کشتنا مروی فرعون تشتک نی سریوی جنشکا و دیت اوی که دو آریکاری جی دخست دیس هاوارا خود گهینه موسا جی را گوت بگو من تو ریشاشکاره که اشکره ای فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى
قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين چدما موسا خواست وی زلامی کو دجمن هر دویان بو بخورتی بگره گوت ای موسا تو دخوازی من جی بکجی هر وکی تا دوه یک کشت بس دخوازی تو ببی زورداره کی خون ریش او تنا خوازی ببیجی ناو بین کاران و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين زلامك جفر عينيان كو باوري بو موسى آني بو جدو مايك باجير باللز هات جم موسى و گوت اي موسى گرگر دربار تدر راي و شوردكن دا كتبكو جن ویجا جباجیر در که و بیگو من از خیرات دخازم فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین ایدی موسا بترس او ساو جباجیر در کت لخو چاونیری دکر او گوت خدای من جوی جواتا ظالم رزگار بکه ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل دما موسى بري خدا رخ مدينه گوت از هیویدارم که خدای من بري من بده ريا راست و من جره نخه ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى نصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ویجا وقتی گیش سر آوا مدینه لسر آوی برک مروف دیتن که وان پزین خو آو دادان. جبلی وان جی دبن وان را دو جن دیتن که وان پزین خو دادان پاش دا که نکوین ناوین خلقی. موسا جوان را گوت. و خیره جبو چون پزین خو دادن پاش؟ گوتن. حتی که شوان پزی خو آو ندن او خو ندن پاش ام خو ناخن ناو وان او پزین خو آو نادن. باوی مجی کالی کی پیره جوی پیشتر کسی که می تونه جنه چاری ام حاطنه بر پیس فسقا لهما ثم تولا الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ایدی موسا پزین وان آف دا دورا پشتا خداوان چو برسیه او وحا دعا کر خدای من از محتاج قنجیه که میکو دجبو من بشینی فجاءته احداهما تمشی على استحیاء قالت ان ابی يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين باشي يك جحر ديان بحياء و ادب هات جم موسى جيرا گوت باوي من غازي تدك داكو حقي تبدت جبركو تبازي ما آف دابو ويج آدم موسى هات جم شعيب و سر بياتي اخو جيرا گوت شعيب گوت نترسه تجوي ملتي ستمكار خلاص بي قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين جوان هر دو كچان يكي گوت بابو وي بشواني بگره بيگو من او چيترين كسه كو تو بشواني بگري او خورت او أمينه
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. شعيب جموسارا قوت از دخوازم جوان هر دو کچه این خویه که لطه مهر بکم به شرطی که تو 8 سالان لبال من به شوانی بمینی. اگر تو 10 سالان تمام بکی او قنجیه که ججم تیه و از نخوازم جتر از زحمتی چیکم. خوده حز بکه توی من مروبه که قنجیکار ببینی. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسى قلت أفد نقبا من أتدي أجوان حرد قولان حيصال آن دهصال كيجاني تمام بكم زيديج من نايخوستن الله تعالى لسر قول ما شاهده. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. ویجا دما موسا قول خو تمام کر و به هفسارا خورا درکت ری لآلی چیای تور آگرک دید. جه هفسارا خورا گوت هون لور راوستن من آگرک دید دبک جوه از جوارا خبرکی یان جی پیتک آگر بینم دا که هون خو پیگرم بکن. فلما اتاها نودی من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. دمهات جم إيجر جعالي راستي نوالي لويجي بيروز جداري هاتقازي كرن أي موسى بيقمان أز الله تعالى خداي تبكي عالمي ما وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. قوبالي خو باوجة موسى جي قوبالي خو آويت ویجا دما موسا دید که گوپال وی وک مار بلز خود آویج وده چه جتر سر روی و لپشت خود نزوری. مجیرا گوت ای موسا نترس بگو من تو جیین پشت راز و امینی. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. دست خطيخ پاقلا خو دي سپي در كوا سپيتيه كي نجن خواشي جنگ خوية كو جترسي وبيه ببر خوة بكشينه ترساته دي بچه ها افج خدايته جبو فرعون و گرگرين وي دو دليل و موجزين بندرن. بيگومان او هر ملتك جره درکتينه. قال رب اني قتلت منهم نفسا فأخاف ان يقتلون. موسى گوت خداي من شخصك جوان كشتبو وجا از دترسم كو او من بكشن. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. براي من هارون جمن بزمان تره ويجا وك بشتوان واريكار دقل من بشينه داكو او من راست بديره.
از ده ترسم که او بمن باوری نینن. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. خود تعالى قلت امي ببراية تفشتا تقايم بكن و امي بآيات و موجزين خود سردستي بدن و ايدي او ناجي جنوى هون اوين كل بيوتين تقستي بسر بكوين. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ویجا دما موسا به آیتین مین اشکرا جوان رهات گوتن او جسیره که چیکری پیوه نتشتکی دنه متشتکی وحا جباب و باپرین خوین پیشین نبیستیه. وقال موسا ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبت الدار إنه لا يفلح الظالمون. موسى قلت خداي من بهتر دزانه كا كيز جنب هداية آنيه و انجام خيره كاز كيره بيگو من ظالم بسر ناكوين. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فرعون قلت قلي غريغران الجبوة جخو بيبا خدايكي دن نازناكم أي هامان ده های ده جبومن لسر حری آگر پیخه کربی چان چیکه زمن را کشکه که لی بکه که از خدای موسا ببینم لی بلی از گمان دکم که تقز اوج درو کرانه. و استکبر هو و جنوده فی الارض بغیر الحق و ظنوا انهم الینا لا یرجعون. فرعون و لشکرین خو به نهقی خو لسر آخا مصر مزن دیرانه او جوان ویا که اوی لمه ونه گرن. فأخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. مجی او لشکرین وی گرتن او ده دریای ور کرن یا محمد دبنی را انجام ظالمان کا چاوا بیه. و جعلناهم ائمتا یدعون الى النار و یوم القیامت لا ینصرون. ما اول دنیای کرن سروکین که گازی بال ایگر و دکن و روشا قیامت آریکاریا وان دین نیکرن. و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه ويوم القيامة هم من المقبوحين. ملوي جهاني لعنت دركتنا جرحمة خدي لبيوان خست رجا قيامتي جي أوج اللعنتيان. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. سوند به پشتكم امتين پشي مينا گلي نوح عط سموت و فرعون جهول را کرن ما تورات دا موسى جبوك جمروان را ببر روناهي راست رأي و رحمت داكو اوجه شيرتان ورگرن. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. دم أمدقال موسى آخذين تنال آلية رجوة شاي تربوي وتلورجي نهازر بوي.
ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين لبالي ما جوي چاغي وحياني چاغي تا غلق أمت آفراندن ویجا به سر واندا دمین دریج در باس بون، درفت جبو وان دریج بو، شرعت و احکام گهارتن، علم جهولی را بو، وحی حات برین، ایدی متد پیغمبری هنارت، داکو کار و بار دینی نو بکی. تو ده ناو خلق مدینی ده نشتجه جی نبویی، حتی نی کت سرپیحاتیان وان بزانی، کت جوان خلق مکی را بخوینی. لبلی متوب پیغمبری هنارد و مسر پیهاتی نوان جتر دان زانین و ما کنت بجانب الطور اذ نادینا ولیکن رحمتا من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون دما ما بانگ موسى كرجي تنل كيلكا چاي توربي لبل خداي ته جدلوانيا خو وحي جترشان تكري پیغمبر دا كو تو خلقه كي كو بريا ته تو پیغمبر جبوان نهاتبون حشيار او آگاهتار بكي دا كو او ته بگيجن و لخو بزبرن ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين اگر نجبر في قوتن وانبيا ياكو دما بلايا كات السري وان بسادما ياكو كرن في جوان بقوتا خدای ما دبلا تا پیغمبر اکش مرا شانده بیا ویجا مجی بدای پی آیت انتا او ام ببونا جباورمندان فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسی اولم یکفروا بما اوتی موسی من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون ویجا دما جم محق جوان رهات گوتن دبلا یا جبو موساهات جمحمد رجباتا باشه قیوان آکو هی بری جموسا رهات بو دانی جماندل نکربو قیوان نگوت بو او حرد و محمد و موسا دو سیربازن پشتوانیا هفدکن و گوتن بگو من مبحرد یانجی باوری نینه قل فأتو بكتاب من عند الله هو اهدا منهما اتبعه ان كنتم صادقین ببیشه اگر براستی هون راست کنه نخواه هونجی کتبه که ججم خود تعالا بینن که اوج حردیان قرآن و تورات راستر به وی جدا که از بدم پیوه فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إن الله لا يهدي القوم الظالمين اگر او برسیوات ندن بزانه که او تنی لپی حواسین خودشن قیجوی کسی که رشاشتره که بی ریزانه که جی خود تعالی جی رهبه لپی حواس خوبچه بیگو من خود تعالی جیوات ظالم راستره ناکه ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون سوند به ما آیت قرآن لدو هف یک لپی یکی جبو وان هنارت داکو اوجه شیرتان ورگرن و لخو بزورن الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون
هبین کو بری قرآن مکتب دانه وان باوری به ذی قرآن جیتینن. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ دما قرآن جوان را تخواندن دبیجن ما باوری پیانی بگو من او حق ججم خدای ما حاتیه بگو من بری ویجی ام مسلمان بون أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون هاجبر سبروان دجاران خير جوان رتي داين او نقنجي بقنجي ددن آلي ورزقكو مدايا وانجي جبو رزايا خود تعالى خرجتكن وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ دم او گوتنا پوچ دبیزن بری خوزی ودگرینن و دبیزن کارین مجمره و کارین وجوره جمه امین بن و ام جخیره پیوه لوه نازورینن ام ناخازن تیکیلی نزانان ببن اینکه لا تهدی من احببت ولیکن الله يهدي من یشاء و هو اعلم بالمهتدین یا محمد تنکاری یکو تجی حزدکی بین هدایته لبلی خدایت که بخازه وی تینه هدایت و او چی تردزانه که که لایق هدایت یه وقالو این نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات كل شيء ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون مشركين مكة قوتن اگر ام بتر بدن بي ريا راست ام جوالات خوبين درخستن خودت بيجا قيمة اولجيه كي كو الظلم لي حرام ولجيه كي اولجوار نكرن كو جي كرامة مجهر جي فيكين هر تشتي ببالبتين لبلي برين وان نزانم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين ما قالك ولا تويران كرن بس أدامك وبتري كرن وجسر خوفتشون ویجه ها او وارن وانن کاولن پشتی وان آوا نبونه کبر ری بواری نبه کست وان ده نشتجه نبویه و انبونه میرات گرین وان و ما کان ربک مهلک القرا حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ خدایت تو ولاتی بسداما کفر و ظلم وان ویران ناکه حتی کو پیغمبره کی جوان را نشینه کو آیت ما جوان را بخوینه و وان حشیار بکه و ریا راست چبو وان دیار بکه جخوم تو ولات جناوی نبرنه اگر کو خلق وی بخود ظالم نبن وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون هر تشتكي خودي دايا و ويجا او خمل او بخاشية جيانا دنيايا و ياكو لجم خودي او جي چيتر و دايم تره اري ما هيجي هون عقل ناگرن أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ما اوی که مججم خو پیمانا به بهش تیجه را دایه که هر دی بگیجه وکه وی کسیه که می پیخاشی جیانا دنیای دایه پاشی روژ قیامت او ببجیین که ده دو جهی ده تین برهف کرن. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. وی روژا که خودی گازی واندکه او دبیجه کاو هاو پشکین که بدرو و جبو من چیده کرن لکنه دبلا آلیکاریا و بکن. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويروجي أوينكو عذاب جوان ربيد في بيد بيجن خدايما ها اوین هانن اوین که ما او جریخستنه چاو ام جریکتبون هر وحا ما او جی جریخستن ام لجنابه تا اشکرادکن که ام جسوجین وان بری او دورن جخو وان پرستنا ما ندکر بلکه وان پرستنا دلخازین خودکر. وقیل دعو شرکاءکم فدعوهم فلم یستجیبو لهم ورأو العذاب لو انهم كانوا يهتدون. ويروجي جوان راتي گوتن ده هايدي غازي وان هف پشكين خوبكن اوين كو واد گوت او شريكين خودينه اوجي غازي وان دكن لبالي او پوت نشين برسي وان ددن داما اولو پشپري خو عذاب و دوجه دبينن هنگي جدل پوشمان دبن و دبيجن خوزي ام لدنياي لسر ريا راست بونا. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ويروشي خود تعالى غازي واندك دبيجة وچبر سفدا پیغمبران. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. ها وی روژه تمام دلیلان جبر وانته و شارتن اوی نکاربن جهف جی بپرسن. فا اما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسا ان یکون من المفلحین. ویجا چه کسی توبه بکه باوری بینه او کاری خنج بکه هیوی هیا که او ببجیین که سرفراز بونه. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. خدای ته یک بخواز دافرینه ویز دوستانیا خورد بجیره جوان را مافه بجارتنه تنه یه خودش هر کی ماسی پاک و منزهه و جیا که جیرا دکن هف پشک بلند و دوره. و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. خدای تا بیا که او دسینگا خدا ودشیرن و بیا که اشکرا دکن جید دزانه. و هو الله لا اله الا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ها أو الله تعالى جوي بيفا تخدا تنن حمد وسباسي لدنيا وآخرتي هر جبوية حكم وفرمان هر إن وينة وهني هر ببالوي وبين وقراندن. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. ببيجة دجمن را ببيجن اگر خودي حتى رجا قيامت شوي لسر و بهلا جبلي خودي كي إلهيك جوار رجا بينا اره ما هیجی هنگوه خوبناکن و تیناگی هیجن.
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ببيجة دكاج من را ببیشن اگر خودی حتی روز قیامت لسر و روز بهیله جبلی خودی تعالی کیجان اله این که هنوان ده پریزن هیا که جوار هوی شوی بینه که هن تیده بهینا خبردن اره ما هیجی هن شاشیا مشرکی خود نابینن ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون خدي جدلوانيا خو جبو وشب وروج افراندنا داكوهن بشوي بهنا خو بردن و به روزه جی جکراماوی لرزق خو بگرن و دا کهون ده شب و روزه ده سپاسیا نمتین وی بکن و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون و روزه که خود تعالی گازی واندکه و ده بیجه که او هف پشکین که به درو و جبو من چیده کرن لکنه ده کابل آلیکاریا و بکن ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ويروجي هم جهر أمتك شاهدك داردخن داكو شاهدهي لسر كريارين وان بدا كو أوجي پیغمبر وان بخويا ودبجا کا دلیل و نشان خو بینن ویجا یقین زانین که حق خداتی هر جبو الله تعالی او هف پشکین که لی دانین و تغمین دکرن که دی بروانی وان بکن جبر وان وندابون این قارون کان من قوم موسی فبغا علیهم و آتیناه من الکنوز ما این مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين بگو من قارون جگل موسابو ویجا خل سر ملت خمزن کر و لوان ظلم کر مهن گنجینین وسا دابن ویکو هلگرتن آوان جب دسته کی خورت رجی زور و گران داد. گلی وی جرا گوت. چال سوری نکه و بتر نبه. بگو من خودی جا چال سور و بتران حز ناکه. و ابتغی فی ما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين بوي مالك خدي دايته مال آخرته بخازه لبلي پارا خوش جهاني جي جبير نكه خدي وكي كو قنجي لتكريه تجي وسا قنجي لخلقه بكه و لعرضي خرابيه نخازه بيگو من خدي جي مفسدان حزناكه قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قارون گوت او ثروت و مال تنی بزانی نامن زمن راحت یداین قی قارون مزانه بو کو خدای جوان امتین بریاوی گلک ملتین جی بهستر و تیر مال تر جی جناوی بربون گنہگار روزا قیامت جی گنہین خناین پرسیار کرن لو را خدای به گنہین وان دزانه و یی وان با وجه دوزه فخرج علی قومه فی زینته
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قارون به احتشام و خملا خو درکت پیش پری گلی خو او این که جیانا جیان دخستن گوتن خوزی وکی یا جی قارون رهاتی داین زمر جی هبیا بگو من او خدان هبونه که مزنه. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. اوين كزانين جوان رهاتب داين جوان روحا قوتن خليل لوابا قنجيا خده ياجبوي كسي كو باوري بيدا وكاري قنج بكا چيترا اوجي تنج سبركشان رتي داين. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وجام قارون بمال اخاني و ده عرده ده برخواره ایدی جره تو دستیک نبو کل همبری خودی آریکاریا وی بکه وی بخوشی نکاری آریکاریا خو بکه. و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس یقولون ویک ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. أبين كو هي ده دخواستن أو لشونا قارون بنا دقوتن أي واق راست خديج عفدين خو كي بخازة رزقي وي فره دكا و كي جي بخازة رزقي وي تنگ دكا اگر خدي كرم لما نكرا دی امجی بخستانا بنی عرده ای واق راسته کافر بسر ناکوین. تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ها او مال آخرته ام ویددن این کل عرده بطری و فسادی نخازم انجام هری رند جبو تقوادارانه. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. كي روز قيامته بقنجيه كي وره جيرا خلاته كي جوي چي ترهي كي جي بنقنجيه وره ويجا اوين كن نقنجيان بكن تنه بقاسي ياكو كرن الجزاء دخن. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. يا محمد بيغمان أو خدايك القرآن لسرت فرز كريا كتب خني راجهني وبي عمل بكي مسوگر دیتا وگری نویجهی که تو دخوازی لی وگری ببیشه خدای من بهتر دزانه که که لسر حدایته او که جی دناو ریشاشیه که اشکره ده. و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الكتاب الا رحمتا من ربک فلا تکونن ظهیرا للكافرین. تهیوی ندکر که او قرآن جتر وره وحی کرن لیبله او ج خدای تهر رحمتکه نخواه زنهار ج کافران را نبه آریکار. ولا یصدنک عن آیات الله بعد اذ انزلت الیک
وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. پشتی آیتین خودی جتر هاتن هنارتن ایدی زنهار بلا او مشرک تجوان آیتان و نگرینن. تو خلقی وقوین بال دین خدای خوبه او زنهار تو نبج مشرکان. ولا تدعو مع الله اله آخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. دقال الله تعالى بتو إلها نبرزة وزيرا نكهو